السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هستعرض معاكم طقم خشاف لومينارك. الخامة قدامنا اهو، أرك بايركس. دي شكل البولة، هو أولا عبارة عن بولة كبيرة وستة أصغر. لو جينا نشوف هنا الشكل، البولة معانا واضح اهو، طقم شيك جدا، طقم ديكور للنيش. دي شكل الوردة بتاعته، نشوفها هنا اهو. البولة ذات نفسها اخدة تعريجات، خدنا هنا شفتها تعريجات هنا اهو، تمام. لو جينا نشوفها من فوق برضو، الحافة بتاعتها اخدة رسمة برضو اهون تعريجاتها. دي حجم البولة بتاعنا معانا، قلنا عددها ستة في الطقم زي ما احنا شايفين. دي اول بولة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، كده ست بولات. قلنا هنشوف البولة الكبيرة بتاعت الطقم، نبدأ نشيل من هنا كده. ده دي البولة الكبيرة بتاعتنا، يعني بولة كبيرة، نشوفها من تحت برضو شكلها، اخدة نفس الوردة اللي على البولات الصغيرة قدامنا اهو. حبيت اقلب بس البولة عشان تبان شكلها، وان التعريجات دي كلها بارزة، وشكل الحافة من فوق برضو اهو بارز. دي البولة الكبيرة، حاول نقلبها كده عشان رسمتها برضو تكون واضحة. وهنا البولات الأصغر اهي، نقلبها برضو كده. شوف بقى، نتفرج عليها. قلنا طقم خشاف سبع قطع لومونارك، كرتونة معانا بتاعتها اهي، تمام. سبع قطع، الست بولات الصغيرين 16 سنتي، البولة الكبيرة 28 سنتي، الماركة لومونارك قدامنا اهو. لو جينا نشوف الصناعة هنلاقيها الستيكر على الكرتونة ولكن مش على البولات. صناعة الستيكر بتاعها على الكرتونة قدامنا، اماراتي. البلد المنشأ الامارات العربية المتحدة، من الشركة العالمية الفرنسية قدامنا اهو. وهنا الماركة لومونارك. على ما اعتقد ان نوعا ما قدرت ان انا استعرض معاكم شكل الطقم، رقيق جدا جدا جدا، واتمنى يكون التصوير وضحه. وده طبعا من تصوير ام كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.